Non, il y a plus. Non, c'est une salle de temps. كان سألو الكاميرا خصنا نتفكر نمسحها مثلا لو كان مضبطو نسأل الضو لازم نسأل الضو غنحط ليكم بارت بارت شي زبدة قهوة نقولوا لي شنو اين هادو غندير اين هادو غنبدا سهلو كاين هذا 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 او تكريحت اصلا بقيت كنتفلى ما غنطويش الحوايج دونك نحطهم هنا حتى غدا الصباح نديرهم في المريض نمشي ليكم عييت هادي هادي سيد الحال هادي طاح لي هذا مش مشكل طاح ولكن مشكلة هي المشكلة الزاز ولا مجموع الخطايا ديال هادي غنسينا هي محمرة واو هذا تشدز عندي هنايا هاد العضلة شوف العطلة سالي ليا كنديرها شتي اللي خايف في القهوة ديالي فمي قهوي معرفتش ناس التليفون نخليها هكا لا دابا انا عارفه راسي نطوي هذا وغادي نرمونه فرنسي صغير طرا ليا عقلي العيد رخيت ونخلي نطوي هادشي شي شويه باش غدا ينفق نحطو في الماريو دير كل حاجه مع ديالها ان هذا هو السبب اللي كيخليني نرمون هادشي واو ديروا لي لايك كاين الريح هاد الايام سما زري زري تنشر يرنا يرنا يرنا
شي ناس يا ربي مبقاش بكري بقص مع الجوج قلت لكم بقص مع الطلا اليوم زري ناس حيت واخا هكاك ما ماشي شي ناس عميق جاني حبيبة غادي تجي هنايا انت راه تعوقي نطينا صبحت بخير وشويه انا تروحتي نديرو البيك على الصباح ان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو حتى كنبغي ندير سبور الصباح ماشي بالمشيه كيلا درت الرشيد كندير مول الفطور ما تيجيش في الصباح كما دبتيش ديرلي لايك نوريتي نوح تبغي تسمع صوتو من هنا تابع شي قطع عاوتاني عساسي يجع واحد الجعرة هاد الجزارة خطيرة فيلي بن بنادم